<laughs> Selamünaleyküm. لباس يبارك فيك سلام رضا صحيح تشوف النصوص برك لا كان كاين تا والله فؤاد والله سلام فؤاد شوف المدة تاع هي هشام صحيح في التلفزيون راه نطفيها بارك الله فيك ابو بارك الله فيك فؤاد صحيت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اخواني مناضلين التنسيقية الوطنية لقدماء الجيش الوطني الشعبي بجميع الفئات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفيديو هذا اللي راح نتكلم فيه هنا راح نتكلم فيه على بعض النقاط يعني خاصين بينا احنا احنا كنا نهضروا مع الدولة نهار كان في نهار كان كان الضغط اليوم نهضروا مع المناضلين المشكل تاعنا في التنسيقية هذه ودرك حنا هضرنا بليزير فوا هي احسن ما حبش ما فهمتش انا ما حبش الحالة تمشي ممكن من بعضانا ولا نقزمو من بعضانا ولا ما فهمتش انا كيف رانا لهذا ندرس الفيديو هذا حنا تكلمنا في فيديو سابق في فيديو سابق انه قالك نديرو مبادره ونديرو 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 لا ليست القائمة الإسمية تاع هاد الناس اللي في المبادرة واحد ما, ما تحطت ما تنشرت ما والو ومعظم يعني واحد بالمية الناس اللي في هاد اللي مشاو في هذه المبادرة مع المناضلين معروفين واحد بالمية الباقي غير معروفين لهذا انا تضد جا شوية وشوية السينيال على الفيديو هذا جماعة ديرنا لي جام شوية نمشيو الفيديو هذا ربع ساعة ونضرب قلنا هاد المبادرة وزكيناها وقلنا فإذا به المبادرة ولا التحرك تاعها المنظمة أنا والله ما سمعت به حتى شفتهم في فيه أنا واحد من الناس ما سمعتش به هما داروها سرية ولا ستروها ولا يعلم ربي واش كاين ليسونسيال حنا نهضرو المستوى الوطني واش اللي صرا أنه نط ضجة كبيرة لهذا باش ما ندخلوش في الديتاي ونزيدو نقصرو من الناس هادو ولا بصفتي موسك وطني اللي فيه مش الجيش الوطني الشعبي بالتزكية وطني هاد للي للي هاد للي للي اللجنة أو المجلس أو المجموعة هادي اللي راحت من غدوة إن شاء الله هاد اللجنة ما تكونش وما تروح وما الطينة بالله نتوما ما كمش معروفين في الساحه وصرات لنا حنا درك عياطات كبيره واش دار واش صرا واش شرا واش من واش من لهذا انا ما نبقاش نجاوب على الناس هذو انا هاد الناس وما نعرفهمش وما نبقاش نجاوب مع المناضلين عليهم المستوى الوطني عيطوا شكون هادو شكون هذاك واش البرامج تاعهم على راحوا مننا ما قادرش نجاوب على الجزائر هذه يعني عيطوا لي لهذا الناس اللي راحت تلتزم بيوتها وتريح تلتزم وتريح بيش كنتم ما رحتوا من المنظمة درك يزيد يخرج معكم كما يمثلوني شي روح هذوك من وهذاك كيقول من ونزيدو ندخلو في بعضانا ونزيدو ندخلو نرجعو للحكايه تاع دوميل فا ودوميل لهذا إلا كان تسمعو ليا ريحوا في دياركم ما تروحو حتى لواحد، تروحو للبرلمان ما يستقبلوكمش، تروحو لمجلس الأمة ما يستقبلوكمش كمجموعة كمجموعة وتهضرو باسم الفئة، تروحوا للرئاسه ما يستقبلوكمش وزير الدفاع راه ما يستقبلوكمش وني قلت لكم في الفيديو انا هنا بمكان كان لا تشقى ولا تقولوا شامخو سبقنا ولا وصى علينا ولا عيط باسم الفئه باسم الفئه ما تهدرش تروح وحدك كشخص تفضل منين تحب تروح روح الجزائر كبيره وعريضه تروحوا كمجموعة وتهضروا على فئه ولا تقولوا راح نهضروا على فئه ما كانش متروحوش. ما تروحوش ما نزيدوش حنا طينا بالله انا هضرنا مع الجهويين هضرنا منا هذه المبادره والله هاد اللي درتوه كثر خيركم وبارك الله فيك ولكن الله غالب راني هضرت لكم انا في الفيديو بما تقولوش او ما قال ما على بالناش ولا سبقونا ولا داروا لنا مشاكل ولا هضروا ولا تليفونا ولا اي بلاصه تروحوا ليها هيئات نظاميه مؤسسات الدوله وما كانش الاستقبال كمجموعه ما تروحوا ما تشقوا روحكم ما تقولوا مسبقوا ما تقولوا تحكموا بلايصكم وسكتو ومام هذا ترجع والكونسيب ما ترجعوش عليا في التليفون لا في الفيديو تقول هذا شامخ وقال لنا ومدنا في الامر وحاسب روحو جينيرال وحاسب روحو مازال في الكازرنا وحاسب روحو ما كان انا هضرت ولا اغلبيه تاع المناضلين هذو اللي راحوا انا ما نعرفهمش انا تاع المبادره هذه يعني ريحو ما يكونش الاستقبال وما راح راحش يكون خلي باش نلقاو الحل ترش كيفاه نوصلوا ان شاء الله تنين الفيديوهات اللي راهي صارية وانا داك النهار طلعت مع السيد وشفتوني كيفاضلات وبلق اسمحولي سمحولي زدت شويه الفوليم والله والله انا تنرفيت انا انا ما يجيش المتقاعد هذا يطلعوه الجماعه في الفيديو وشرحنا على التسويه وعندكم وما عندك كيم شكون كنت هذا 30 سنه وما تعرفوش وحنا هضرنا احنا هضرنا وجاوبتو في الفيديو وقلتلو احنا على بالنا هو انت الفئات ديجا ما تعرفهمش حتىو شكون هما ومع بالكش المطلب تاعنا وشكون حنا وكل واحد وكيفاه مداير خليها للكره تاعنا هذه في بعضها ملمومه احسن احنا نشوفو كم شطوبين عندنا تمن حالات من الشطب اللي تريكل أو تريكل اللي ما تريقلش إن شاء الله هو تريقل يعني ما طلعونا حتى واحد خارج السرب تاع المشطوبين والله الفيديوهات هادو يكونوا الله يرضى عليكم راني نهضر بالعقل واني الاز آه بيا بيا والله راني بيا اللي كنا مقصيين من عند الدولة بعد ما لمينا بعضانا وفتحت الباب درك التسويه او حنا اللي حنا راح نوضرهم بين يدينا وحنا اللي رلينا نقصوا في بعضانا يعني نحشموا ونتريتو بيا بيا هادو واش غنقول لكم حبسوا لي فيديو حبسوا لي فيديو بقات لنا شهرين هذه منا الرئاسيات والله احنا في اتصال تام رانا نهضروا بليزير فوا نهضروا ونوصلوا الانشغال تاعنا ولا غير واصل بيا وميكتبوا ويجردو واللي يقدروا يخدموها سير بلس يخدموها اللي ما كانش يدرسوا فيها بس تخدم واستخدم ان شاء الله المستوى العالي يعني وفي النواحي وفي كل شيء الحاجة اللي زيد نهضر عليها تاع الناس اللي فات في الخبرة اللي داو قلنا مبروك عليه يروح يريح نهار نحتاجو نعيطو له الناس اللي فات في الخبرة الطبية اللي دا عشرة بالمية غير منسوبة ولا دا الصفر كيما راه يقول وفايت في الخبرة انا لا تسمع ليا لا تسمع ليا ما نهضرو لا بالعسكرية لا بالنضال لا بالمناضلين لا نهضرو كأخ لأخوه انت فت في الخبرة كي نديرو فيديو هكذا انا كون نصيبك انا نصيبك يا المشطوب تفرج برك التعليق وما ديروش تفرج برك وما تقولش انا وفدت وطيشوني وما يكذبوا وصرا وجرا وتحط فلاس من النقمه تاعك هنا وتكذب فينا حنا وتكذب في اللي فت عنده في الخبره ودير 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 انت فت في الخبره خلي نزيدو نشوفو الناس اللي ما فاتش في الخبره والناس اللي ماتوا فاتوا في الخبره والناس اللي ماتوا مازال ما فاتوش في الخبره انت فتك صحيح روح تخدم على روحك ريح كي نجيو نديرو فيديو والله ما نخبيو حاجة غير نهضرو هنا بشفافية وبيا بيا ونوصلو واش اللي كاين كي تعود كاينة وإلا كان عطاوك ما تعيطلناش إلا فرساوك وفت الخبرة ما تعيطلناش بصحتك ولكن كي تدخل للفيديو تعلاق تعلاق هكدا باه تعلق لي ما تعلقليش ما تقول لي لا كيفاه لا وفت لا ما فتش لا ما يكذبو لا والو خليها عندك الله يرضى عليكم خليها عندك حنا ما جيناش نلعبو هنا والله جينا حنا حنا رانا نتعاملو مع دولة حنا نتعاملوا مع الدوله اه 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 اللي فات في الخبره ولا اللي ما فاتش ولا حنا كيما رانا كنا كامل كيف كيف كلمة في العسكري الناس كامل كنا في من حالات من الشطب يرتلاها ناب ربي ناب ربي بهادي او ربي ناب ربي بالباب هذا خليونا نروحو نجيبو الحقوقات الله يرضى عليكم خليونا نروحو نجيبو انني يعني قلت لكم بليزيور فوا او لازم نتريقلو بالقرارات السياسيه روحوا سقسيو المستشارين سقسيو اهل القانون سقسيو الناس قاريه سقسيو الناس تعرف كل ما حنا وكلنا كذا كذا ورانا داخلين على الباب تاع 92 2011 اللي حددت هذه الدوله حاله طوارئ شاركنا فيها وفي نفس الوقت مقصيين بقرارات طلبنا ولا طالبنا من الدوله باللي حنا رانا تعبنا ودرنا وتقصينا اعاده النظر فينا رانا جزائريين قبل ما نكونوا عسكر وفي نفس الوقت رانا شاركنا في المرحله هذه اعطيونا ل... 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 باش نعيشو اعطيونا التامين تاعنا واعطيونا ل... ل... لانفاليد رانا كبرنا مرضنا رانا ضرر فيها شويه انسانيه وفيها شويه إيه كد... كدوله وهيبه الدوله و... وقيمتها ما راناش نطلبوا في دوله خلاف رحنا للدوله تاعنا كنا لهم فتحوا علينا الباب وفتنا في الخبرة الطبية بالقانون بالقانون قاضي بالقانون الخدمة في الجيش تاع 1976 لليوم حنا وما كانش ودخلنا للحوار وحنا ما كانش خدموا قانون والله داروا اجتماع تفاوضنا داروا ميساج احكموا عليهم الملفات داروا ميساج قالوا فوتوها حالة بحالة داروا ميساج 0421 اه اللي عنده ملف طبي عسكري اثناء الخدمه ولا تفاقم عليه المرض ولا كان ملف عسكري ولا مدني يجيبو نريقلوه هاي ماشيه الناس قاعده تفوت في الخبره اللي فات اللي فات في الخبره يريح ترانكيل خليوها تمشي حنا كنا ما كانش اليوم رانا ولينا رقم نتاك المشطوبه كرقم مدام فت في الخبره راك مسجل سير ميكرو جاك الكوفوكاسيو فت عند الطبيب عندك دوسي حكموا عليك صرا جرا كذا كذا شوف وين كنت في 2020 وشوف درك وين راك يعني درك ثلاث سنين هادي يعني حنا صافي لونطون يعني انا من 2000 وانا نسنى ل 2024 وما زعما فتش يعني كيبقاو لي هذه لا تاع 3 موا ولا 5 موا درك انا كيبقات لي لا صغيره ندير انا حرب ونخون ونكسر ونفسد وندير حنا قلنا بليزيور فوا قلنا بليزيور فوا بليز رانا نتعاملوا مع الدوله أو مع على الدولة رانا نتعاملو علاه قلنا بلي حنا الدولة هذه والسيادة تاع الدولة والإطارات تاع الدولة هادو أو خط أحمر أو ما نديباسوش مال كري نهضرو ونديرو ونزعفو ويتشوفونا ويتغاضاو علينا ونا بصح الوقت نحبسو كاين الخط الأحمر أو كاين الخط الأحمر وكاين ناس تستغل وكاين ناس في وسطنا وكاينة وكاينة ومنهم حتى اللي في وسطنا حنا كمناضلين اللي قاعدين يخونو فيا انا ويكذبوا ويديروا ويهضروا الهضره الزايده لو كان انا نتبعهم في المنشورات والقذف اللي قالوا ولا غير نحطهم في الحبس وشو الواحد ولد فاميلي قلنا في القضيه بلاك اليوم يفطنوا بالك اليوم بالك انا قادر نشكي وعندي عندي لي فيديو مسجلين يسبوا فيا وعندي منشورات وعندي وعندي وعندي, وعندي. مين يقول خلي بالك يفطن العام الجاي والله السنه والله من بعد يفطنوا ويحبس مي مي حياه لي من تونادي يجيسك نورمال في الفيديو ويزيد يكتب عليك منشور ويروح يرقد وغدوة يعاودها شوف هذا مهان هذا شوف مهان هذا شوف ها وحدها إن انا نون فيك يا اللي فطنتك يا وهام انت كنت ما تعرفش هذه التسويه وما على انت وين كنت خلاص او الدم تاعك بالك ما على بيه لا دتي ولا الزيت ولا ما الدم تاعك ما على بيه جاي انت درك كنت تقول لنا نو... فين وهمك انا وما حتى واحد انا وما حتى واحد انا كي خرجت في 2017 و2018 و19 جيت انت انا جامي قلقت واحد مشطوب ودرتلو فيديو وقصتو بالهضره قلتلو روح وينك حنا ونجري حنا وبتنا برا ودرنا اجتماعات درنا الوقفات ودرنا ودرنا ومنزيد حتى واحد جامي عايرت واحد اللي جا مرحبا بيه اللي ما جاش يعاوننا بسكاتو يعاوننا يطلب لنا الصحه والستيره ويسهل لنا ربي في الطريق ديالو تجي انت توهم في فين وهم كان واش تشوف لي قالو انا الكتافي تفات عندي الدوسي سوارد عندي واش ينوهم في كان وغدوا كي تسلك تبدل الفيسبوك تجي تجي تقول لي حقوق او غدوا زيد ترجع تجي زي تقول لي حقوق ولا امتيازات نزيدو نروحو نحوسو عليه مشامخ لا نجي معاك انا لا نجي معاك او غدا حاصل انا في روحي وفيك واحد يجري على الدولة كفاية يلقى البيبان ولا يزيد يرجع درك للصف يا جماعة حكموا في ربي وشاهدوا وسافروا وقولوا الحمد لله تفت علينا العين هذه الباب هذا ما بقاش ونتريقلو وشكروا الناس والرجاله اللي استقبلتنا والدوله هذه والسلطات اللي فيها وعلى جميع المستويات وعدنا نمشيو وبالراحه وبالجلاله وندخلوا ومعروف هذا المشطوب وكاين اللي فينا حتى تريقل قولوا الحمد لله اشكروا هذه القيادات وهذه الحكومه ولا رأسها عبد المجيد اللي فتحوا وقالوا لنا رواحو ما يخصكم والو وانا نمشيو بالجلاله بالجلاله ثم نجي انا درك نتفلسف عليك حنا وكبار والله كبار والله نشوف واحد لي فيديو واحد التعليقات نشبع والله نشبع والله نشبع كيف تعيط الدوله وكيف تهضر معنا كيف تهضر معنا والله ما هضرت معنا هي على بالي من 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 كاين واش لي كاين واش لي كاين بيناتنا وحنا كنقصيو في بعضنا ايوا حنا اللي كنقصيو في بعضنا كنا نحوسو على 100 الف نحوسو على مليون حوس ولا بطاقة التأمين مكانش لي يستقبلنا في دوميل ديز ما مكانش نا بربي بهدي أي النعمة يترجع نقمة أي قادر هذا الرئيس الدولة هادي قال أغلق الملف هادي لي دا دا لي مكانش كي إلى إشعار آخر أي شكون شنو ندير واي واش ولي ندير هاي تضرب أنت يا المشطوب الجبل بالدبزة واش راح دير هاي هادي هي دولة وحنا نتعاملوا مع الدولة ما للسوق ولا اوعد واحد يحشم يشوف هادو الفيديوهات ويقول لهم حنا كيفاه يقولك شويه هذا الصوقاد والله والله رجعنا مضحكه والله رجعنا مضحكه والله غير التعليقات والهضره ويجي داخل ما تعرفوش في الفيديو في الظلمه ما تعرف لا وجهه ولا الاسم الحقيقي تا يدير لك فيديو يخون في في المنسق الوطني تاعك هذا اللي قاعد يجري ويخون في الناس يتعامل معانا ويخون ويخون وراه يرقد نورمال وغدوه يعاودها والجماعات تعلق الاخر وتضحك تقول له عندك الحق فا عنده الحق فا عنده الحق هذا اي إن كان جينا نلعبوا هنا وكون نقول لكم انا الدوله واش مخا خايف من الدوله او نهار دخل الحبس عاد يخاف ها عطاولو امر ها حاطي ما عاط حتى واحد لا ما حاطلو واحد واحد الموس رقبتي ونهضر بيناتنا حنا نهضروا يعني نقول لكم اللي كاين ولا تنحشم انا نهضر كاين ربي في السماء وكاين الدولة في الارض تحب ولا تكره او نهضر لك انا هنا بالدار ربي ربي في السماء حنا علاه كنصليو ولا كان انا كان علاه كنصليو لربي ونعبدو فيه علاه با يدخلنا للجنه وبا ما يديناش النار تسمى با نصليو با ما يديناش للجنه با ما يديناش للنار ويدينا للجنه حنا وكنعبدو فيه ربي بويسكي ساهل العباده نتا عبدو وكون مليح وهو كسا تاوي يديك كتعود مليح و يديك للجنة اوتوماتيك هكدا الدوله في الأرض حنا كنتعاملو مع الدولة ونكونو بطريقة مليحة ودبلوماسية ونعرفو نهضرو ونصرو الانشغال هذا القانون مش قرآن هو مش قرآن ويتعدل يتعدل وكاين الرجالة وكاين الإنسانية وكاين وكاين وكاين, وكاين ويتبدل القانون من ونروحو سالمين غانمين هكداك الدولة أنا نهضرو معاها بالعقل ونوصلوا لانشغال بالعقل ومي يسمعوا ويسجلوا ويديروا ما كاينش درك نروح انا ليه ما نروح نعيط انا نسمع نروح جيب الدرام تاع هذو ريك ما كاينش حنا ونتريكلو بقرارات قرارات سياسيه كي نقولك انا سياسيه يعني فالسياسيه وش هو لازم يجتمع التبون والحكومه والقياده ما قال هذوك فنديروا لهم لهم الصوارد منين نجيبوا الصوارد قداه الصوارد ونحولوهم لوزاره الدفاع باش يوليو أن شي سلكو فيها امضاءات خليونا جماعة نشوفو كيفاه نديرو اللقاء تاعنا خليك فاه نديرو هي مازال شهرين وثلاثة تلاتة الانتخابات هذا الاستحقاق ونكون فيه ان شاء الله ونشاركوا وندعم وندعموا الرايس تاعنا وندعموا الانتخابات والمشاركه بقوه ونفتحوا في البلديات ونمشيو وحنا مدى بين الرايس هذا الا كان ترشح طول ربي في عمره وترشح وكان بيا وقال حنا نمشيو معاه ونزيدو نمدو له يدينا كيما مدنا هو يدو وقالنا لنا هاد الفئه ان شاء الله نفتح عليها الباب وتخلص ونرجع لها كرامتها ونأمنها بالشي اللي كاين حنا تاني نكونو فواحد واحد الجميل للناس هذه اللي كتعامل معانا ونشاركو بخوة ونديرو ونديرو ونزيدو نروحو بلاك البعيد ان شاء الله العام ويجري ليه ليه يخلص تاني يجي واحد بالفيسبوك يحط لي 10000 فرانك ولا 20000 في ويجي فيكم وفيكم وفي هذاك وما يكذبوا واحد بالي الفيسبوك بالطاهر ومصور لي التراكتور واحد الشجره واحد مارك كيم داير وزيد الهضره غير لو كان الهضره مليحه يتحطوا في البلوك يقول لك علاه إيه يا قريب نحبسوا الفيسبوك هذا خلاص ما نتلاقاو وما نهضروا اللي كل واحد ربي يسهل مي خلينا تستمر حنا وحاشمين ناس وكلونا شربونا بتنا عندهم في الوداعيات كثر خيرهم وربي يعوضهم ان شاء الله خير مش اللي مدوه لنا احنا ونحاش حنا ونحاشمين هاد الناس اللي جاتنا جداد وداخله في التنسيقيه بلا فيتاس انا كنت نعيط للمناضلين نعيط للمناضلين تاع ولايتك برك وي ما قالكش الجزائر نعيط للمناضلين ونتلاقاو ما تصحلكش حتى با تهضر لوين تريح والله ما تريح ما عندكش وين تريح ما عندكش ما عندكش وين يهضر معاك وتجي الناس وجوه ما تعرفهاش خلاص وخير عليك كيما تحب خير عليك كيما تحب ثقافه عليك نضال خير عليك مقاتل خير عليك يريها شمو سبحان الله سبحان الله والله عاد الواحد يحشم يهضر الهضرات ياك تدي ياك سرقت يا معطاولك يا كربحت، ربحت يا وتريقل يا وبايع يا السياسة باي تي الدراهم يا له وش بيكم وزيد الناس تتفرج وما يقولوش لا ذاك حشم ولا يريح ولا ما يتفرجوا فيه ولا يسينيري يبقاو يتبعوا فيه يضحكوا كون كون راح يكشفني انا كيهضر عليا يجيب كم حاجه عليا انايا درتها انا انا درتها انا درتها وما يجيب لك والو وما يقول لك والو الا عنده حاجه قلنا كيحطها الواحد هو كيحشم يولي زمنه اليد في اليد ونسكتو على بعضنا ونديروا لقاء وطني واللي عنده مشكل يخليه في داره ويخبيه في قلبه ويجي ونبين وحده ونبينوا رواحنا للدولة هام اللي تريقلو وهام اللي مازالوا ما تريقلوش وفي نفس الوقت قال احنا مع دولتنا والسيادة والإطارات والدولة وخط أحمر احنا المطالب تانا الاجتماعية والسلام ومروحين ونتكون أذن ساغية إن شاء الله ونكملوا الشي اللي ما كملناش قلنا 92 اللي تريقل وكبير وزرب الدا واللي مريضه ودا هاو ناقص من عندنا هاو تاعنا ومشطوب معنا ربي يسهل عليه واللي مازال نشوفوا له الحل تاعو وهكذا يجي واحد سمع كي ما تديوش كيما طلعت مع داك السيد يقول لك تقعدوا 30 سنه هذا درك تحريض هو على بالو حنا ما نعرفوش يعني شافها قالوا له عيطوا له قالوا ما يديوش كيديرنا في لا بلاتفورم باللي باش يقنعنا باللي ما فيهاش الروح ما فهمتش انا هذاك آه ما تفهموش انتم لا تقراو بين السطور كيف يطيح واحد ويدخل في وسطنا نورمال ويش كاين ما فيهاش ويجيك واحد من برا ما فيهاش باه تبدا ما فيهاش ما فيهاش تتفشل انت وتروح تروح بالعكس حنا ونمشيو الناس اللي دات بصحتها واللي ماداتش حنا ونساو ان شاء الله باه نديو كامل وما يتنوح حتى واحد ونلقاو الحل يا جماعة شاهدوا واستغفروا حنا نقولوا حمينا البلاد حنا حمينا البلاد ودافعنا على الدولة ب 15 دولة في الجزائر ودرنا الوحدات قتالية وكيف حنا ودرنا وكنا اطارات وكنا في الصف وكنا وكنا وكنا, وكنا و... بالمستوى هذا هس الصغلاو علق اسمه طارق الواسمية ما اسموش هذاك السيد هي اسمه طارق الواسمية جاي يقول لك هاك تقعد هكذا 30 سنه انا نكمل معاك انا انا نكمل معاك هذا طارق قواسميه او روتريتي كان في لاكاس ماعرفش هو خدام حنا بالك جاهلين سيدي حنا كنا في التسعينات جاهلين هو جاي خارج في 2016 والله وقتها ما يجيب لي بوبا يفوت على الطب ويجيب لي لامفالي تاعو هو ما جابهاش الروح ومنسوب حنا ما كانش خلاص هما راه منسوب حنا وغاشي حنا وشعب حنا ومدنيين ايوا حنا كي تفتح الباب كون عطاو مليون على بعضنا وروحنا نقولوا الحمد لله اي ساهله من بعد كيفاه نرجعوا اي ساهله كيفاه نجيبوا الزيادات حنا نحوسوا نكروشيو حنا رانا ما كانش هو هذا نوليو بالارقام وبالموتريكيل وبالشهريه وهذيك حنا ما حنا ما كانش حنا والو تهضروا على القانون هاي نروحوا نروحوا سقيت القانون قانون قانون الخدمه في الجيش اخي تقراو روحوا جبدوه وقراو ولا كان حنا فيه روحوا قراو ولا كان لقيتوه والله ما تلقى لا فيه هي هاني طلبت معاه المناظره انا باه نهضر معاه هذا السيد راهو كان في التنسيقيه ويقول انت انا ما نعرفوش ويقول كنت انت في التنسيقيه وراك ما عندكمش وهذاك يدي قانون ولازم ديرو وراح راح 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 وجا من بعد قالك لازمكم لازم ديرو يا وحنا باه نديرو هنا وهدرتها في جونفي في جونفي كيما بدا العام قلت لكم ام كاينين الناس ام بعد يجيو يدخلو في وسطنا ويخونونا ويكسرونا ويتهمونا ويفرقونا قبل الانتخابات وما نتلموش وما نبانوش بهذا التاجيج تاع الوضع هذا ها هاكم تشوفوا انت متقاعد جاي يشرح القانون يا القانون ما فيهش روحوا للقانون تاع معاشات العسكريه روحوا شوفوا قانون قض... قانون آم... الخدمه في الجيش ولا قانون المعاشات العسكريه لكن كان لقيتو روح هنا نروح خلاص وما نسالش بصح الا كان ما طلعتوش القوانين اللي مقصيتنا حنايا انا تشوفوا فيا هكذا نهضر معكم انا اني جيت راح نحاول في الدوله كوسيط بيني بيني وبين المشطوبين كمشطوب نتوسط ونحاول في الدوله العفو عند المقدره العفو عند المقدره رانا خدمنا وصرات فينا قرارات والله الشيء اللي صرا وصرا الدوله لازمها ترفع يدها علينا هذا واش اللي قلت لهم انا ولا كانت تفتحوا لكم الراس هذاك وما نديوش غير لازم شوية إنسانية شوية العفو عند المقدرة حنا ولاد الدولة حنا تعبنا ما عندناش يلقاو لنا الصيغة شوفوا لنا الحلول ديروا لنا القانون هكدا كنهضر أنا وما راحش نقول أنا أو كنت هاي المادة هادي ما ليش وهادي ما بديتها ما كانش هادي أنا رحت نحاول بلي حنا غلطنا وهادو ما ما سامحوناش ولا لنا المهم الشي اللي صرا وصرا ليسونسيال حنا مازلنا حيين وحنا وشاركنا في العشريه هذه الحقوق حنا مروعين باش التامين كذا حنا كبرنا مرضنا لازم ناس مريضه تعبت سراجره شوفوا النحل حل شوفوا لنا باب صيغه قال لك غير الملف القانون هذا ما تعدلش كاين باب على الخبره الطبيه بملف طب تحكي نمشيو مع بعضنا مليح ولم الشمل والدوله تشوفنا ملمومين وتشوف النية الحسنة تاعنا حنا مع الدولة بلي نحوسو على حقنا صح مجيناش نحرضو ونكسرو ونفسدو ضد وضد أو سهل القانون هذاك فات تلقاه الدولة وتسيغو ويقولو اسمع حول هادو ويسلك سلك هادو هادو الناس قدام المبلغ تاعهم حولهم ليه ليه حتى هما فينا ويشوفو فينا واش رانا نديرو اسكو الدولة دي تحتاجنا تاع مشاكل فينا علينا حتى هما فينا هما حاسبين نتوما مراقدين يشوفوا الفيديو هذا يشوفوا التعليقات يشوفوا يشوفوا ايه شوف عمر الفاس واش رايك ولا ها شوف ما درتش واش دار الارهابي واش تحاول شوف لي هاي هاي كمان نفهم وانا ادري انت درك كتكون باري فينا حنا الارهاب حنا على جال كلمه الارهاب والمصالحه تا... بالمصالحه هذه خلصنا في بعضنا جاي انت تزيد تقولي لي واش دار الارهابي يا مسيو الفاس هذا الارهابي مشى ضد الدوله وحنا مشينا مع الدوله والدوله هذه عندها قوانين قوانين تمشي بهم عندها مؤسسة الجيش زوج قوانين عندها قانون الخدمه في الجيش تخدم بلا مزيتك ويقول لك تخدم في الجزائر في تمرات كيف كيف واللي يقول لك هو تخدمها وعندك قانون قضاء عسكري وعندها قانون قضاء عسكري تغلط تخلص تغلط تخلص تا زادو هبطوه لكازرنا دارو دارو مجلس تأديبي لقايد الوحدة ومجلس واش يدير واش ولي نديرو قصاوي قالك انت تروح زرتي تروح انت دابزت نتا درت نتا انت انت ان شاء الله وكذب عليك ليسونسيال وكاين حكم وكاين قرار والله درتها بيدك الطعن كنا ما نعرفوش خرجنا ما نطعنوش كانت كانت حرب اليرت حمراء خرجنا المهم اللي شرا وصرا حنا جينا ما نمثلوش رواحينا للارهاب الارهاب راهو كان ضد مي حنا وكنا مع ورحنا وقلنا لهم حنا وكنا مع مع الدوله لازم تلقاو لنا الصيغه وها معيطوا لنا والناس يقول لك لي راهبه ويسلك لي راهبه ودار الإرهاب راهبه لي دارت الدوله مع الصلح في 94 في 94 هاو نزيد نعطيك من التاريخ في 94 بدات المشاور بدات بدات المفاوضات في 94 في ستة وتسعين تقسم الإرهاب جية من ولا يز من من أو ما كان حبش ندخل في المواضيع هاد أنا كنت في وحدة قتالية ومشيت من كامل هذا الموضوع ما نحبوش نخوضو فيه احكي لتاعنا كيفاه نلقاو الحل نروحو كيفاش نلقاو الحل واش دخلني انا في الارهاب كفاش سمعت له الدوله دلت البطالين وزدت الفلان وزيد وبوزيد انا واش دخلنا احكي لتاعك فهمت رفاس بالغلط هاي صح هني فهمتو بالغلط انا اللي رهاب غلق لتحت نعم لتحت يا يعني انا ما جيش نقول فلان داو وفلان كل ندخلو في هذا ما زيدوش نخرجو وزيدو نفتحو جبهات علينا انا داك نروح ندير فيديو على هالبطالين عطيتهم حنا ما عطيتوناش ما نوضوش عطيتونا لنا البطالين اللي شعلوا لي فيسبوك بكري يبداو فينا نفتحو حنا جهنم الدوله عطات وانا نجي نسبقلو او نروح نقول لهم مديت للجامعيين ومديت فلان وفلان وفلان والموب نفتحوا جهنم ما علينا حنا او قلنا عندنا علاقات طيبه مع الناس هادو مع جميع رؤساء التنسيقيات محترمين الناس كامل المجتمع الجزائري اللي عطاوه مدام جزائري ربي تاهل يعني نهضروا على تاعنا يوا على تاعنا انا مشطوب كنت في الجيش خرجت ما عنديش تامين وما عنديش باش نعيش ومريضو فيا وفيا ديروا لي الحل استقبلونا وداروا وحنا وحنا في الحلول باش نديروا الحل هذا اللي كتقولوا لي نتوما الحل حنا ناضلنا مشينا درنا درنا دخلنا الحوار درنا على الجزائر درنا منسقين ولائيين درنا درنا الناس دات السكنة الناس دارت من دارت من حنا بقات لنا التسوية باش ندرك نلمو بعضنا لازم نسكتو على بعضنا نحترمو بعضنا باش نلقاو الحل تعيط هاو يكتب يقول كاين جديد مين جيب لك انا جديد غير نفكو الصف هذا نفكو المشكل اللي في الصف هذا يطيح هذا يخون هذا يسرق هذا يدير لك فيديو يقول ما تمنهمش هذا يقول كوريك وريق الروح ولا ما من تمشي انت هاي ما نحاولش الدولة شوفتي <applause> حاولوا ولا اثير هاني يزين هذا مالك بس منحاولش نحاولش الدوله ما نحاولهاش وين دو... وين نروحو ما نهضرش مع الدوله هذه خلاص يا سيدي وين نروح وما نحاولوا حتى واحد واش ولي ندير وين نروح نهبطوا للكاميرون نروحو للنيجر ما نحاولهاش واش اللي كتشوف فيا حتى ما نحاولهاش واش اللي كتشوف فيا وكنت نبقى ندخل في التعليقات درك اني ما نخلصش الهضره ومنو تبدل ونولي نجاوب كيما قاعد تكتب ما نحاولهاش ها من ديك الحق باش تشلي شفت انا وما على بالك شوف من راك تعامل هي بلي الدوله هذه قد ما وانت تشوف فيها صغيره بالك الدوله هذه من الحق الدوله هذه تاكل اللي القياده هذه كانت تعاملوا معاها اي نفسها اللي قالت لنا طوما تفوش تضرب في مالي ناطو كيما راه له ما تفوتش ناطو قالت له ما تفوتش الا كانت تسمع ناطو قالت له ما تفوتش تضرب في مالي ونيج ليهود, ليهود 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 ما مصرفاش بيهم هما يقعدو ما ينوضو قالوا دز معاهم اليوم وغدوة وي ويعاونو في فلسطين على العام هكذا جهر النهار دزو معاهم وجاي انت تقول لي ما تحاولش وما ديرش تتشوف فيها صغيرة كتشوف أنا ما لو ما نحاولهاش وانت روح خرج انت روح خرج الجزائر ودير اعتصاب وزيد كيطلع الجزائر زيد عيط للمناضلين اللي جاو معاك دي وربح وهاي دير بالك أنا اللي مسبق لكم والله بالك أنا اللي مداير حاجة والله أنا هو الآخر روح ربي يسهل روح ربي يسهل لقيتها مفتوحة الجزائر رئاسه عيط لك الرايس فلان ولا روح أنا ما نعرفش وانت وتعرف هذا واش راح نقولك لهذا اخواني المناضلين انا واش راح لكم حبسوا لي فيديو مازال لنا شهرين خليونا كيفاه لقاء باهي وكاين الناس يتكسر اللقاءات والاجتماعات ومازال تكذب او حنا اللي قاعدين نقصيو في بعضنا الوقت الحالي الا ما سمعتوش ليا واش راني نهضر الا ما سمعتوش رانا ندخلو في حيط كبير كبير ويتفرق التنسيقيه هذه ويتغلق الملف هذا والله ما اني بلغت يسر مدني بزرق جابوه في قناة الشروق انت ما تعرفش مدني بزرق انا ونعرفو نعرفو في تلك السنة انت ما تعرفوش هاك تهضر عليه ولا ما تعرفو وزد الدرك دخلت لنا في الارهاب خلاص راه نزيدو ندخلو في موضوع خلاف ليسونسيال المناضلين حنا ما يقولكم حتى واحد كفاه نمشيو ونبقاو نبقاو نهضروا على المنظمه ونقولوا هذا هذه المنظمه تامر غضبان راه رئيس المنظمه عنده قوانين يمشي بها وعنده ستاتي قانون اساسي يضرب مع المنسوبين ويجري وحنا بقى نروحو نزيدو نديرو له مشكل ونزيدو نروح واحد يسب واحد يعلق عليه واحد يقيسو نكون ولاد فاميليا ما نقيسو حتى واحد نوقفو مع بعضانا نديرو اللقاء تاعنا نديرو الاجتماع تاعنا ونوصلو الانشغال تاعنا امورنا وما حتى انتماء مع واحد لا مع المنظمه لا داخل الوطن لا خارج الوطن لا واحد حنا رانا عسكريون سابقون بدون حقوق درنا تنسيقيه ونهضروا باسم التنسيقيه والدوله تعرف شكون الوطني والبلدي والجهوي المناضلين والمطالب وصرا وجرا وبربي ان شاء الله هاو نتريقلو كي نقول لكم انا نتريقلو بربي ان شاء الله وقوتو نتريقلو حكموا في ربي وشهدوا واستغفروا وطلبوا التسهيلات هذه كاش يصلي ويدعي ويتفرج علينا ربي ويستر الله ويستر البلاد وإذا كان البلاد هذه ما تسترش وما كانش الأمن والاستقرار أي تروح بالتسوية بالآخر ونزيدو ندخلو في ملايح لا يحمد عقباه ويروح بالقط بالطوال قاش الآخر وتكبر وأنا لين نهضر بالعقل وكاين ناس بزاف تشوف فيا شوفها بلي وكذا كذا أنا شوف على راح كيما حب أنا اللي في قلبي وهدرته بنية خالصة بنية خالصة, بني خالصة كيما تشوفو ولكن اليوم اليوم ديجا المعلمين بداو يديرو في لاكراف كي وصلت الامتحانات هم دارو ليكراف وصح واحد ما كراهش تقسى على بنو ولا دار كاين اللي اللي قرا وكاين اللي ما قراش وصح واحد ما تقسى على بنو ولا دار الامتحان يقريه دير له لي كور كي يروح ما يقريوهش وما يديروش تد الامتحان يدخلوا لداخل ويغلقوا عليهم ويتغداو نورمال كلش بصح القرايه ما كاش اليوم هادي صرات هما ما يجيبوا في الحقوق تاعهم بصح على عاتق بني وبنك واحد ما يفيق بهم حنايا وكلينا الدنيا حنا وكلينا الدنيا وبلعناها بصح نتا بنك ما على بالكش اللي مقرا ولا ما قراش سقسي وغدوا روح للمدرسه وشوف بنك لا يقرا ولا دار اللي يكر ولا الامتحان لا ما دارش شتو كيفا المشكل شوفو حنا وين والدنيا كيفا كتمشي نحكيك على 92 2002 بس لوذا تشوفين ذا الدرجه هذا سمك نفسي نفسي مكاينش كيقول لواحد جماعه شاهدوا وسافروا جماعه حكموا في ربي جماعه كذا انت اللي ما القضيه تاعك انت الام وما دافعتش هادو لي بيليتات التنسيقيه وهاد الناس اللي مشاتوا و ودارت واش كتسنى شوف ما قاعد تسنى انت ما دافعش على شامخ وانا ما ندافعش عليك وانا ما نهضرش فيك مليح وانت ما تهضرش فيه واش حنا من المومين. ها حكي لنا على 92 2000 شفتوا كيفاه انا اللي هضرتها في الفيديو هنا قلنا التسويه 92 2011 قلنا اللي خدمت اللي خدموا في 92 وارواح اللي قال لحقوا على المرحله هذه الناس هذوم كبروا وانتم تعلموا انتم تعلموا الناس هذو كبروا هذو ام يفوتوا اوتوماتيك ما عندك ما تحكموا لا في الاحتياط لا دير الناس مريضه مريحه حاكمة في ربي وساكتة ويتسنى ودفعت الدواسة ويتسنى اللي مدو من 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 دوميل دو ولا من من تسعة وتسعين وطلع اللي عنده مرض يتبت هاو يدي ب بلان فاليد بهذا سميه ليه المنحة بالكارطة واللي مازال صغير هاو يدي المنحة باش يعيش ويدي التأمين ويبقى في الاحتياط يعني اثنين وتسعين فين وحداش هاو يتريك اللي ماتو نشوفو كفاه نجريو عليه باش ترجع الشهرية للزوجة واللي ماتوا مازال ما فاتش نشوفوك في القوس سيغال واللي مقلق ومبريسي وشوف راهو محتاج كثر علينا ماديا ومعنويا حنا ما محتاجينش حنا ولا باس علينا وانت ماكش لاباس روح دير منحه تصرف دفع الدوسي تاعك تاع ربع سنين في الناحيه اللي خرجت منها وخدم الدوسي وروح ديها وهني روحك هنينا والسلام كاين باب ندير الفوضى هذي بكى ليك مقلق وتجيبهم وتصرفهم وتديهم رابيل عندك برنامج في راسك ربي يسهل هاي هاي لاكاس روحي لي فاتحه روحي الزاور راه روح تروح ديتها ربع سنين ولا حتى ثمان سنين ما عندي ما ندير روح شكي هذاك النهار على المو الناس تقول لك الموب وحنا ما قلت لكم الموب روحوا سقسيو وشوفوا القانون تاع المعاشات لاسكار الموب يسلك النور مو نهار خرج في 94 95 يخلص الموب هادو مخدمو في التسعينات خرجوا في 94 96 اخر ود سميه لي الاستدعاءات و وباش يوسعوا ويعيطوا حبسوا في 99 حبسوا الباتريوت حبسوا الحرس البلدي وحبسوا هذا اللي استبقى وحبسوا 99 حبست بعد ما تفهموا مع لي راب اللي يهبط سيبو حبسو ريكريتمو هادو مداخلين, مداخلين في القانون يقول لك المعاد استدعاء وهم مكتوبه بالماده حتى القانون اللي عطاه مش, مش السياسه عطاته القانون في قانون المعاشات مذكور هذا الموب المعاد استدعاءهم الجزئي والكلي كاين هذوك تاع ست شهور اللي زادوا لهم وسلكوهم وقالوا لهم وكاين اللي ما سلكوهمش الدوعه معيطوا لهم درك هادو ديزويت بريسيس كان لي كذلك ميقولو لهم بلي حنايا كون خليتوها لنا خيار نروح ولا نريح ما تسلكنيش كي السرجان والسرجان ولا سبيرو ما تولي حقاك سلكتك انا تاني تعبت عندي عندي امور في السيفيل كون خليتني خدمت هذيك خير من الدراهم اللي عطيت انا تاني شاركت وكل واحد في حقه مي حنا وما كانش حنا لازمنا قرار الا تفهموني قرار سياسي بطابله كبيره باش يعطيولنا المبلغ المالي ونتهناو الموبا ومذكور روحو فتحو لي طالع روحو قراو وين نعارضو انا جيني ما هنا نجادل انا انا جيت تعطيلي الحل انا جيت تعطيلي الحل وكي نتلاقاو نعطيو الحل وندافعو على بعضنا بشراسة هذا غلط هذا قال دارو دار ودار والله ولا بقاو لنا غير هادو هذا هادو ما داش سكنه هذاك وما هذاك وما وحنا مع بعضنا والسلام ما جرى عسكر ما نهددو في الناس ما نبروفوكيو في الناس ما انا كان والو وصابرين لربي تفتل اللبيبه هادي كاين شي واحد يسلك ويتهنى هذا ما كان فوالا مسيو رفاس درك راهي نخرجو انا وياك هنايا تبون وعد وعد الجزائر ولا وعد المجتمع الجزائري انا خاطي انا نهضر على وعدني بها كافئه كافئه يا مسيو رفاس كافئه نهضر لك انا هنا كمشطوبين ما كان ما دخلني حتى في ولا في الصونا الغاز لا في الطلبه لا البطالي لا التجاره من الخارجيه ودا ما نف انا نهضر لك انا كمشطوبين قالنا اول فئه درك الناس اللي ما درتش في النظام انا بكيم ما تعرفش هذا التاريخ قالنا اول فئه نستدعيها انتم استدعانا ورحنا في خمس فئات للرئاسه طروا فوا ومن بعد تحولنا لوزاره الدفاع المتقاعدين قالوا نحتاجوا زيادات المعطوبين قالوا حسبنا الاطراف كيف كيف الارامل الاخر الاصول كذا وصلنا للمشطوبين قلنا احنا مقصيين لقاو لنا الحل قال لك فوتونا فتحوا لنا الخبره ونقولوا الحمد لله كثر خيرهم اللي والناس فينا يسلكت بالامراض المنسوبه مسلكوا وقالت لنا الملفات الطبيه المدنيه الغير معترف بها في وزاره الصحه في وزاره الدفاع اللي ما يمشي مجرده عندها محطوطين انستونس يجيهم امر ما عند الرئيس نتريكلو غدوة كون يهبط غدوة نتريكلو غدوة يا مسيو الفاس يا مسيو رفاس نقولك واحد الحاجة حنا باش وصلنا لهذا الباب اي سي با وهذا الرئيس كيف تحنا الباب وهذا المسؤولين اللي معاه نقول لهم كتر خيركم اللي اللي تسوى فينا وتسوى واللي مازال ما, ما تسواش انا وهضرت وقلت انه رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون مادام مد لنا يدو وفتح علينا الباب وفتنا وفي وقت البحبوحه ما ديناش ودفعنا الملفات في 2011 بالك انت ما تشفاش وروحنا صفر اليدين وفي وقت البحبوحه قيادة هذيك راحت المسؤولين مرحباً راحوا جاو هادو قال لك مرحبا حنا قلنا على مرحبا هذه وعلى الفتيح هذا والناس اللي سلكت يريقلونا قلنا حنا نكونوا تاني رجالة ونرجعوا الخير نرجعوا الخير ونزيدوا نوقفوا مع الرئيس هذا في الانتخابات هذه الجاية الترومة واللي بقات وبربي إن شاء الله نجريه معاه باش يدي الشرعية مليحة في كتيف كبيرة للمستوى الوطني نرمو بلاك السنة لانسكري تاع تاع الانتخابات بالك توصل خمسة وعشرين مليون لي فوطيو حنا قلنا نضربو الطابلة ونطيح ونجري 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 نضربو معاه باش يكمل هو البرنامج تاعو اللي حنا وفيه اللي حنا وفيه ما نحكي حتى على حاجة اللي حنا وفيه وعدنا ممكن وعدنا ونسى ليسونسيال وكلف ناس معانا يخدمو الدوسي تاعنا قدامو وعندو تاني مهام مخلاف تجارة وسياسة وخارجية وداخلية وجوار ودول عندهم مشاكل حنا ما نحطو لهمش الموس ليسونسيل تاعنا يتمشي تروا مو هدا ويزيد يكون رئيس في تروا مو يبقى يكون رئيس كي نجريو حنا مع الرئيس هدا ونمدوها له يمشي رفاس ويجيب شرعية مليحة هو تاني توسع عليه شوية القوانين والصلاحيات كي توسع عليه هو القانون توسع عليه صلاحيات الخدمه تاعو المرسوم يولي ساهل خلاص كي هو بالبوا تاعو يولي حنا حنا البلديه البلديه الناس يقولك ما الانتخاب تاع البلديه تاعك يدير فيها الانسداد تروح فيها البلديه يصرى غير الانسداد تخلى فما بالك الدوله بلا رايس اللي يقولك انا ما نترشحش وقلتها في الفيديو اللي فات انه اللي حضر في لابيرول تاع 92 في التسعينات الدولة بلا ريس أو على بالو راني نهضر والدولة بالريس واش هو وانت الله يسهل حنا قلنا الشي اللي فات أو فات سوا في الهفر. حنا قلنا في مكافحة الإرهاب والله في الشي اللي صرا أو فتناه نهار نسلكو ونتريقلو على بالي نساو التعب ونساو المشاكل درك حنا مبقالنا والو بقات لنا الثروة هادي نسكتو وما نكونوش تعمل مشاكل كاين الناس يتحوس ما تصالحش الانتخابات كاين الناس بارونات تفسد كاين وكاين 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 ما ندخلش للسيجي هذا كاين اهل الاختصاص مع الساسين الكبيره والصغيره المستوى الوطني وعلى الحدود وكل شيء وربي يوفقنا ان شاء الله حنا بقات لنا المرحله هذه حتى 3 موا قلنا نوقفوا ونتلموا ونوقفوا صحيحه وبقاو روتوشات أو حاجه حاجه صغيره حنا رانا ما تعرف بينا بقاو لنا حوايج صغار نوصلوا على الملف الطبي هذا كيف اسكون طعنو او بيان نفوتو اوتوماتيك قال هادو بالعمر نحسبو لي خمسين سنه و خمسه و ربعين سنه راه اللي لي مازالو صغار يريحو في الاحتياط يريحو يديو الشهريه و يديو التامين حنا و ندافعو عليهم و وربي ورحمته ونطلبوا التوفيق من الله ربي يسترنا ويحفظنا ويلم ونروح سالمين غانمين رفاس برومو 2006 ان شاء الله ان شاء الله نقرا الميساج نقرا شوف لي شوف واش كيقول هذا فيديو كذا عن النبا واش عطاك تبون باه تنظم الانتخابات لا شوف شت النضال درك وين مازال درك النضال هنا درك النضال هنا نولينا نقول انا واش دخلني لا ندير انا العياط هذا ولا ندير التنسيقيه هذه ولا نجري ولا نلمها كامل ولا نجيب لي كور كامل ولا نجيب الفئات كامل وعلاه وعلاه نولي انا انا نغدد على روحي مش عليك نهضر معاك ها هذا الجوب وانت هذا هضر لازم قرار يهبط قبل الانتخابات عيط لهم انت عيط لهم انت الياس القشر رد علينا لوجه ربي ماشي التميساج تاعك لبسو فين حشيت بالنضال وحكايه اللي انت خدات النبه هذا نجري للزواوله نجري على راك نجري على روحي يا ذكر أن بونجي على روحي ما نحتمش على المناضلين باش يروحوا انتخابات كل واحد وقنات وصحيح بارك الله فيك ما نحتمش حتى واحد يا اخي حتى انا ثاني ما نحتمش حتى واحد انا باه يسكت والله يريح واللي عنده شي حق حنا اللي ودفعناهم ودفعناهم وانا لا قاعد نهضر بالدوله ونحاول ونجري ونطيح ونوض وانا ثاني دخلني انت دفعت الدوسي عند الدوله الا عندك شي حق وتديه ولي ما عندكش ما تعيط لي ما نعيط لك انا تاني وانا على هنا نحكي قال لك انا ما ندخلش فيك ونكونوا لحمه وحده ونمشيوا مع بعض في الربح ولا في ما عرف انا تاني علاه نقول الدولار يقلو مسكين وحنا وكذا انت تاني دفعت الدوسي راه الدوله اللي عطاتك شي حق با با بصحتك الا ما عطاتكش ما ترجعش لعندي مانيش صاحب قرار وصعب سلطه والله لا عندي انت تاني ربي يعينك هاي الوزاره الفوق روح تحت مو بكي ودي الشطب ودي الاخر وقول لهم انا طيحت الطياره وحاربت وقفت مع الدوله ودرت ودرت وين على قال هم انا مزيان واش دخل لي انا او طولت انا في يعني ياو خاطي المشطوبين ولا انا كان المشطوبين هادو يكونوا فحل يهضروا على شي مخاده بالخير ويتمنوا له الخير ويتمنى ويقولوا للدولة بلي يمثلنا شامخ وشامخ هذا فتحوا الباب هو الممثل غير هو اللي يهضر علينا وشامخ هذا هو الرمز تاع التنسيقية هذه وشامخ هذا كذا وشامخ ضرب الخير باه الدولة تعيط على شامخ كي نروح ان شاء الله نفرحك ملي كي تجي تخوني وتطيح لي وتقول لي عليكم عليك ونتفرقوا ونروحوا تولايا وتقولوا كانت التنسيقية وين هي غير كون مازالت وصرا وجرا ونتفرقوا وخلاص الصل هذا النبي هذا النبا نصيحه لي متقاعد هرب الله حرق والله العظيم غير شي بلاد الناس بالف خير يا ربي سهلة ربي سهل شتو كيف ما مك... على ما نحبش انا ندخل في التعليقات تاع لي فيديو شتو كيف قراو نتوما برك قراو شوفوا شوفوا حنا وين وشوفوا الناس اللي قاعده تفرج فينا وشكون اللي اللي مليح فينا او اللي قاعد يتفرج فينا منين إيه؟ هذاك هو اللي يعرف حنا ما نعرفوش اللي قاعد يتفرج فينا هو اللي على بالو برم... اللي قاعد يتفرج فينا هو اللي على بالسفينه اللي حنا فيها هنا وين توصل توصل للميناء للبور بيا ولا فين الطريق تروح واللي قاعد يتفرج فينا درك كاين الشعب كاينين سياسيين كاينين دخاله كاين العديان كاين الامن ام بلي بارمانونس الناس يتفرج في التعليقات ويشوفوا في المستوى تاع هاد السفينه وين شوف العسكر هذاك دا فاهم داير وانتم زيدوا ديروا لهم لي جام وضحكوا وشام هم خاوي يضحك ربي يهدينا ويهديكم ان شاء الله المهم التويه كاينه واللي فات في الخبره الطبيه انا ليا انا ليا خليت التليفون تاعو باش يتبع واش رانا نهضروا له برك ما يدير لا تعليقات لا منشورات ما يجي يكتب في الصفحات انا وفدت انا وعندي نهار شيع انا وكنت انا ودرت انا ورحت انا ودفعت انا وصرا فوتوها هادي فوتوها هادي خير فوتوها وخليو التنسيقيه مليحه ولا غير بالخير علينا والله غير لقاتنا ببعضنا والله استفادت الناس في السكنة وقد في استيمار في الخبرة ودات حافظوا عليها وحافظوا على بعضكم ودعيوا لنا احنا بالصحة وستيرة وخلاص هذا ما كان تهلاو في رواحكم تهلاو في الوحكم. وربي يلاقينا في ساعه خير من هذه ان شاء الله وتصبحوا على خير